أعزائي الطلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي جريد 6، مدرس تجريبي، معكم مستر أحمد فوزي. النهاردة هنبدأ مع بعضينا أول فيديو في الترم الأول، منهج جامبا بورد إن ذا كابورد. يعني إيه إن ذا كابورد؟ في الدولاب. وهنبدأ بالفوكاب المهم معانا: كابورد يعني دولاب، سيكريت سر، مسج يعني رسالة، physical education اللي هي التربية البدنية، the bell يعني الجرس، quantities كميات اللي هي الجمع بتاع quantity، shapes أشكال، look out of يعني ينظر من خلال، weather يعني طقس، game لعبة، pet حيوان أليف، player لاعب، athletics اللي هي ألعاب القوى، sumo wrestling اللي هي لعبة السومو اللي هي المصارعة بتاع السومو اللي هي المصارعة اليابانية، equipment اللي هي معدات، بات يعني مضرب، راكت يعني مضرب تنس. وده الفرق بين مضرب اللي هو البات، مضرب اللي هو التنس الطاولة الصغير، وده الراكت اللي هي مضرب التنس، ايه لعبة التنس اللي هي ايه الكبيرة. عندي بعد كده kind ممكن تنفع نوع وممكن تنفع عطوف. بعد كده refuse يعني يرفض، strange يعني غريب، magic يعني سحر، push يدفع، pull يسحب، realize يعني يدرك، buried يعني مدفون. ركزوا معايا. weather يعني طقس، bring يحضر، dark تنفع بمعنى ظلمة أو أسود، inside في الداخل، get in يدخل، look for يبحث عن، track suit بدل التدريب، I'm fed up equal poured يعني لما أجي أقول I am poured يعني متضايق، هنا I am fed up يعني أنا متضايق برضو، spider يعني عنكبوت، hate يعني يكره equal dislike، look like يعني يشبه، club يعني نادي وتنفع كلب يعني شومة، famous يعني مشهور، team يعني فريق، championship اللي هي البطولة، competition يعني منافسة، trophy يعني كأس، popular يعني محبوب، special خاص أو مميز، academy يعني أكاديمية، training يعني تدريب، knight يعني فارس الكي سايلنت، take care يهتم، magician ساحر، seem بمعنى يبدو، agree يتفق أو يوافق على، change into يتحول إلى أو يغير إلى، stone حجر، tournament يعني دورة أو دورة مباريات، truth يعني حقيقة. بعد كده معايا برضو هنا weird يعني إيه weird؟ يعني غريب equal strange برضو يعني ايه غير طبيعي، dirty متسخ، costume يعني زي equal uniform، score يسجل، always معنى دائما ودي النسبة بتاعتها 100%، usually يعني عادة ودي النسبة بتاعتها 90%، sometimes ودي احيانا 50%، ودي نيفر يعني ابدا، ودي الفريكوانسي بتاع البريزنت سيمبل هناخدها دلوقتي ان شاء الله. عندي بلو يعني هوب، تريننج تدريب، جداد جيد فيه، بروفيشنال يعني محترف، ميدي يعني وسط النهار، جيمنستكس يعني جمباز اللي هي لعبة الجمباز، ويت تريننج اللي هي لعبة رفع الاثقال، براكتس بالسي معناها تدريب لكن بالاس معناها يتدرب كفيرب، سبورت فاسيلتيز يعني صالات رياضية، اندورز في الداخل، سوورد يعني سيف. ده بالنسبة للجرامر اللي معانا. دوتر يعني ابنة، كاسل يعني قلعة. تعال نشوف الجرامر، قواعد الجرامر اللي معانا. النهاردة هناخد فكرة عن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط، والبريزنت كونتينيوس اللي هو المضارع مين؟ المستمر. وده الجرامر بتاعنا بتاع اليونت الأولى، يونت 1
في الترم الأول لجريد 6 سنة 6. طيب يعني لما أنا أجي أعمل دلوقتي مقارنة بين البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس في التكوين بتاعه، البريزنت سيمبل يتكون بإضافة اس أو اي اس أو اي اي اس للفيرب الفعل مع الضمائر هي وشي وات. اوكي، يعني لما اجي هنا اقول اهو بن انجويز هيز انجلش كلاسز، يعني بن ده بيستمتع بايه؟ بحصص الانجليش بتاعته. اوكي، انا حطيت هنا عشان بن معناها هي حطيت اس. طيب تعال نشوف بقى هنا مع اي وي ويو زي الفعل في الانفينيتيف، يعني اقول ايه بقى؟ I teach math and physical education. ده بالنسبة لمين؟ للتكوين الفورميشن بتاع البريزنت سيمبل. تعال نشوف الفورميشن بتاع البريزنت كونتينيوس. البريزنت كونتينيوس بيتكون من مين؟ بنحط السبجكت هنا في الأول، بعديه السبجكت ممكن ياخد am أو is أو are بلس الانفينيتيف بنحط له ايه؟ ing. زي لما اقول I am doing my history homework right now، يبقى ادى am وادى الverb plus ing. معايا هنا برضه the children عشان جامعة تاخد are watching TV now، يعني الاطفال بيشاهدوا التلفزيون الان. She is playing tennis now، يعني هي بتلعب تنس الان. تعال شوف الكيوردز، كل verb او كل زمن tense ليه الكيوردز الكلمات اللي بتدل عليه. طيب الكلمات اللي بتدل على البريزنت سيمبل هنا always دائما usually عادة sometimes احيانا never وever، never للنفي وever للسؤال، often غالبا، hardly ever نادرا، every day every week every month every year كل سنة، every morning كل صباح، every Wednesday كل اي يوم من الايام. ودي بتبقى كلمات داله، اول ما اشوف كلمه من الكلمات دي في الجمله هعرف على طول ان ده زمن بريزنت سيمبل. بريزنت مين؟ سيمبل. تعال نشوف بقى كلمات الداله على البريزنت كونتينيوس. ناو، لوك، لسن، ات ذا مومنت، ات بريزنت، ذس، توداي، دي كلها كيوردز بتاع بريزنت مين؟ continues. تعال شوف طريقة السؤال. السؤال احنا قلنا بينقسم لايه؟ حاجتين، في سؤال بهال وفي سؤال بكلمة مين؟ استفهام. طيب انا في السؤال اللي هو بيكون بهال في الـ present simple بيبقى do او does plus subject plus مين؟ الانفينيتيف. لكن السؤال بهال في الـ present continuous بيبقى am او is او are بلس السبجكت بلس الانفينيتيف بلس اي ان جي. تعال نشوف هنا نطبق. لو انا عندي سؤال في البريزنت سيمبل بتبقى بدو بلس السبجكت اي يو بلس الانفينيتيف لايك، يبقى دو يو لايك انجلش؟ تبقى الاجابه بيس اي دو، نو اي دونت. طب لو سؤال بداز، داز بتاخد هي وشي وات، Does he like English? Yes, he does. طب لو السؤال بقى في الـ present continuous بقى بحط is الأول بتاخد الـ subject بتاعها هي، بحط الـ verb milking يبقى is he milking the cow now؟ بتبقى برضه الإجابة yes he is، no he isn't. Are they watching TV now؟ add r plus subject plus verb ing، وتعمل عملية كروس برضو مقص yes they are no they aren't. كله ده خدناه في التأسيس السنين اللي فاتت. تعال شوف لما يكون السؤال بكلمة استفهام مختلف جدا هنا عن الـ present continuous. هنا الـ present simple بتبقى كلمة الاستفهام الـ question word زي how often، بتحط الفعل المساعد do او does، ادي do، ادي subject you، ادي infinitive go. يبقى how often do you go to the club؟ كم مرة انت بتروح النادي؟
أربع حاجات أساسيين في البريزنت سيمبل في السؤال: question word, do أو does, subject, go infinitive. subject, go infinitive. يبقى النسبة كام؟ 90 90%. I never go to the club, ما بروحش. I hardly ever, دي نسبة قليلة جدا 10%. I often, غالبا. I usually go to the club. دي كل الفريكونسي اللي ايه معانا، وده كل الشرح على البريزنت كونتينيوس مضارع مستمر والبريزنت سيمبل مع بعضينا، وهنطبق الكلام ده. خليكم معانا، تابعوا معانا ان شاء الله ايه هنستفاد اكتر. تعال نشوف بقى هنا مع بعضينا اهو. برضو انا عندي present simple عبارة عن routines، عبارة عن ايه؟ routines. لكن بالنسبة لل present continuous عبارة عن happening actions. happening ايه؟ actions. زي لما اقول كده في present simple I teach math and physical education. في present continuous I am giving the children some homeworks. I work in an office. I am writing an email. I work in a restaurant. I am cooking pasta. I play in Real Madrid. Oh, I play for Real Madrid. I am scoring a goal. I drive a tractor. I am milking the cows. ده بالنسبة لإيه؟ جمل من الـ present simple والـ present continuous. I fly airplanes. I am flying to New York. أوكي؟ نركز مع بعضينا. إحنا بالنسبة للـ present simple والـ present continuous خدنا الفورميشن التكوين بتاعهم، فمش محتاجين ان احنا ايه نشرح الكلام ده تاني. بس لو عايزين انا افكركم بيه واقول لكم مره تاني اهو، انا هنا مع اي بول، اي بلاي فوتبول افري داي، مع هي وشي وات، او هي شي بلايز فوتبول افري داي، مع يو وي وزي او البلاي فوتبول افري داي. وافتكر ان احنا وي اد اس تو ذا ثيرد بيرسون بروناونز he أو she it، يعني مع he و she it احنا بنضيف اس ليه للفعل. طيب واحنا هنا بنستخدم ال present simple to talk about routine or repeated action، احداث يومية بتحصل كل يوم، يعني عبارة عن routine. زي لما قول Penn enjoys his English classes. We have physical education every Wednesday afternoon. اوكي، واديتكم برضو الكيوردز زي never و sometimes و always و every day و once a week often usually. ده كله اديتولكم. زي لما اقول we never use our mobile phones in class. I never eh. I go to the cinema about 3 times a month، يعني انا بروح السينما كام مره في الشهر؟ 3. وده روتين. On Monday they play basketball in physical education. We visit my grandparents every weekend. اهو الفعل في المصدر we visit. Mr. Brown usually teaches English. اوكي، ده كلها جمل فين؟ في البريزنت سيمبل. بالنسبه للبريزنت كونتينيوس الفورم بتاعه مع I am و add playing football now. He و she و it is playing football now. We و you و they are playing football now. يعني تكوين و am is are plus ال verb plus ing. Use present continuous to talk about the actions happening at the moment of speaking. تعبير عن كلام او حديث او احداث بتحدث في لحظة الكلام. I am، ممكن اقول I am training، انا بتدرب.
It's raining. إنها تمطر. We are all getting wet. كلنا إيه؟ هنتبل مية. We use adverbs and expression like now and at the moment with the present continuous. اللي هي الكي ووردز كلمات الدالة زي now, right now, okay, this, this afternoon, okay. دي الجملة اهي. It is raining now. I am doing my history homework right now. The children are watching TV right now. This afternoon they are doing karate. She is looking for her swimming costume right now. الجزء اللي بقى معايا هنا برضو عبارة عن vocabulary كلمات، والكلمات دي احنا خدناها كلها. اللي عايز يراجع عليها اهو: cupboard, secret, message, physical education, the pill, mass, look out of, weather, bring, dark, let's get in, inside, look for, track suit, costume, spider, hit, look like, weird, scare. scare هنا كفيرب معناها ايه؟ يخاف. ده بالنسبة ليه؟ للفوكابلري. dirty معناها not clean. كاراتيه a game of fighting يعني لعبة كاراتيه. I am fed up دي فريز جملة معناها I am not happy يعني مش مبسوط. search me فريز معناها I don't know يعني ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. تعال نشوف exercise lesson 1 و 2 مع بعضينا. يجي يقول لي underline the correct word in practice يعني الكلمة الصحيحة. The farmer, the cow now. The farmer, the cow ايه؟ now. طب انا دلوقتي عندي الكي وورد بقى بتاعتي اللي هي بتعرفني ان انا هختار ايه؟ اللي هي ايه؟ now. يبقى اختاري بقى ها؟ is milking. is ايه؟ milking. تعال نشوف another one. She a math lesson every Sunday. Every Sunday ده ايه بقى؟ present simple ولا present continuous؟ present simple. ها يبقى she تاخد has. fish in water. fish in ايه؟ water. يعني السمك بيعيش في الميه. fish هنا معناها ايه؟ جمع بقى. يبقى المفروض اختار ايه بقى؟ ها live. this afternoon they karate. they ايه karate. طبعا عندي هنا this afternoon هنا تدل على present continuous. يبقى they تاخد مين؟ are. يبقى they are doing karate. طبعا ما ينفعش ان انا اخد هنا ايه ها doing على طول. يبقى انا كده ايه في هنا مشكلة. لازم البريزنت كونتينيوس يتكون من ام از ار بلس الفيرب بلس اي ان جي. يبقى زي تاخد ار واقول دوينج كاراتيه على طول. واللي خلاني اخدت الزمن ده اللي هي كلمة this afternoon. the children television right now. برضو كلمة right now هنا keyword ها ها ولا don't ولا hasn't ولا didn't. يبقى تاخد مين؟ aren't watching. لا يشاهدون. present continuous. شوف another one. Mr. Brown usually. خدت بالك من كلمة usually دي؟ present simple. اه present simple. يبقى مع هي وشي وانت تحط ايه؟ s teaches English. يبقى Mr. Brown usually teaches English. number 8. she for her English book right now. اه right now. okay. زيها زي نمبر 6. يبقى is looking تبحث عن. please be quiet the baby is sleeping. ده ايه؟ حدث بيتم في الوقت الحاضر. ها يبقى ده present continuous. يعني خلي بالك اهدى ده الولد نايم.
البيبي نايم. ات ناو، خدت بالك من كلمة هنا ناو كيورد سلام؟ يبقى ات از رانينج ناو. شي ايميل تو هير فريندز افري فرايداي، كلمة افري فرايداي من الكلمات الدالة على البريزنت سيمبل، يبقى ايه؟ شي رايتس. فيري جود. ده بالنسبة لإيه؟ present simple. تعال نشوف number 12. We my grandparents every weekend. خدت بالك من كلمة every weekend؟ present simple. يبقى مع I we you they infinitive فعل فين؟ في المصدر. I my sister homework right now. برضو right now. اهي right now. يبقى I بتاخد مين؟ am. وهنا نيجاتيف، I'm not doing my history homework right now. ما بعملش واجب التاريخ دلوقتي. Number 14، he a goal in every match. بيحط جون في كل ماتش. يبقى he scores. يحرز. اوكي؟ My mother dinner right now أو now، ها؟ عشان كلمة now يبقى is cooking. Number 16. I an email to my friend now. خدت بالك من now برضو، يبقى I تاخد I'm writing. Yes. A pilot an airplane. Flies. بيطير الطيارة. They physical education every Wednesday. Every. ها؟ يبقى they have present simple. تعال نشوف 19. It's 2 o'clock and the pill. ها؟ الساعة ها؟ 2 وده action happening. يبقى the bell is ringing. يعني الجرس بيرن. Right now دلوقتي he is looking out of the window at the weather. عشان right now هتختار ايه؟ is looking. Present continuous. I shower every morning. عشان كلمة every morning هنا I have. Present simple. ده روتين. Let's دي من الحاجات اللي بيجي بعديها infinitive فعل فين؟ في المصدر. يبقى let's go دي قاعدة ثابتة. Let's go outside and play basketball. 23 Matt and Megan for the basketball now. عشان كلمة now هتختار مين؟ Are looking. My sister spiders. My sister ايه؟ spiders يعني بتكره. اوكي؟ طبعا هنا my sister معناها she، فما تاخدش هيد دي رونج. اوكي؟ المفروض تاخد مين؟ hates تكره. You like spiders؟ وده هنا السؤال. لو احنا فكرنا احنا خدنا السؤال بهل do او does plus subject plus infinitive، يبقى do you like. Do you ايه؟ Do you like spiders؟ تعال نشوف 26. بتقولي 26 listen. كلمة دل على present continuous، دايما بتيجي في أول الكلام. listen اسمع. someone present continuous is shouting. يبقى listen someone is shouting يعني واحد بإيه؟ بيصرخ. ده exercise على lesson 1 و 2 وهنكمل مع بعضينا باقي اليونت. نكمل مع بعضينا برضو، نكمل مع بعضينا الادفيربس اوف فريكوينسي اللي هي التكرار، ودي برضو خدناها اللي هي always. ركزوا معايا. always دايما، ودي بتبقى كام percent؟ اهي 100%. زي لما اقول ايه بقى؟
I always sit at the front of the class. يعني أنا دايما بقعد إيه في أول الفصل. يبقى كده النسبة 100%، يعني أنا بقعد على طول. تعال شوف إيه usually دي النسبة كام؟ 90%، 90%. Yes sometimes ها دي بتبقى كام؟ 50%. طب never ولا مرة. I always watch TV، دايما بشاهد التلفزيون. يبقى دي كده النسبة كام؟ 100%. تعال شوف I usually enjoy my English class، ها 90%. I usually ride a bike، 90%. I sometimes talk in class، 50%. I sometimes play football، 50%. I never use a mobile in class، 0%. I never go water skiing، 0%. Yes. He always gets the full marks. هو دايما بيحصل على الدرجات النهائية بكام؟ 100%. He never gets to school on time، عمر ما بيروح المدرسة فيه في ميعاده. دي كام؟ نسبة زيرو. معايا برضو بعض الكلمات الفوكابلوري. انا كل الفوكابلوري ده انا بدأت فيه في اول اليونت، بس اللي عايز يراجع معايا اهو. بلو، بلو كفيرب معناها يهب او يتحرك. دوتر يعني ابنه. فورجيت يعني ينسى. جيم يعني لعبه. بيت حيوان اليف. بلاير يعني لاعب. اثليتكس رياضي. سوم ريسلينج اللي هي المصارع الياباني. اكوبمنت معدات او جهاز. بات يعني اللي هو مضرب التنس الطاولة. راكت مضرب التنس. كلاب يعني شومة او نادي. فيمس مشهور. تيم فريق. تشامبيونشيب البطولة. كومبيتيشن منافسة. تروف يعني كاس. دي بعض الكلمات اللي عدت علينا. تيبل تنس. باسكت بول. فولي بول كرة ايه؟ الطايرة. باسكت بول كرة سلة. فوتبول كرة القدم. تنس جولف. يس وهذا الجيمز اللي معانا اهي. السبورتس تيبل تنس باسكت بول فولي بول فوتبول تنس جولف. يس تعال نشوف اكسرسايز لسن 3 و 4. كايرو نمبر 1. كايرو ذا كابيتال اوف ايجيبت، القاهرة بتكون عاصمة مصر. يبقى نختار مين؟ از كايرو. از ماونت ايفرست ذا هايست ماونتن ان ذا وورلد، ها از يعني جبل ايفرست هو اعلى جبل في العالم. Lions eat other animals، تأكل الحيوانات الأخرى. يبقى eat the present simple. Computers very useful، الكمبيوترز دي اللي هي الكمبيوترات بتكون مفيدة جدا. And protein schools at 8 o'clock every morning، every morning هنا present simple routine. يبقى start تبدأ. A policeman a difficult job، وظيفته بتكون صعبة. has routine. Most rich people، معظم الناس الإنجليز Arabic، ها people جمع هنا. don't speak لا يتحدثون العربية. Tigers don't live in Africa، لا تعيش فين؟ في أفريقيا. Southern never football matches، watches present simple عشان كلمة مين؟ never. Pull his homework before dinner every morning، ها يبقى does.
I sometimes in class. Huh? Talk. Present simple. She never to school late. Never. Huh? يبقى gets مضارع present simple. He always good marks in tests. يبقى he always gets. اوكي؟ مع هي وشي وقت نحط ايه؟ اس. I go to the club every day. Every day. ها؟ I go to the club. طب هنا بيقول لك every day كل يوم يبقى النسبة كده 100%. يبقى always. Number 15. They play football 5 times a week. 5 times a week. The present simple. طب النسبة كام؟ usually. اوكي يبقى النسبة كده 90%. They phone their relatives 3 times a week. 3 times a week. 3 مرات. ها؟ يبقى النسبة ضعيفة. يبقى always ولا sometimes ولا never ولا rarely. ها؟ sometimes احيانا. دي النسبة كده ايه؟ 50%. He is a vegetarian. Vegetarian يعني من اكل ايه؟ خضروات. يبقى هو عمره ما بياكل لحمه. Never. He never eats meat. كلش لحمه نهائي. She always من عند الشيء اهي. ها؟ يبقى المفروض اختار مين؟ برافو. Enjoys اللي فيها ايه؟ الاس. اوكي. يبقى she always enjoys the English class. Students use a mobile phone in class. وفي طلبة بتستخدم التليفون في الفصل؟ ها؟ No, يبقى never. Do you watching TV؟ طبعا هنا do plus subject يبقى an infinitive like. القاعدة هي do does the subject infinitive. He always his homework in the evening. يعني بيعمل الواجب بتاعه دايما في الليل في المساء. عندي always. ها؟ بتختار الفعل في اس. Does. He a banana every day. And every day. But he eats. My friend got two cats. ها؟ friend ده ايه؟ مفرد. تاخد has. When does كلمة الاستفهام when عند بعد كده does بقى ده subject infinitive يبقى أجيب إيه infinitive اللي هو go يبقى when does he go to cinema أو the cinema what does your brother for lunch ناقصني infinitive كلمة الاستفهام question word plus does plus subject يبقى ناقص مين هنا ها اللي هو مين الانفينيتيف اللي هو مين الانفينيتيف اوكي I play computer games every day طب هو بيلعب كمبيوتر دي جيمز كل يوم every day يبقى المفروض اخد مين always النسبة كده 100% he didn't like French at all doesn't like اهي ما بيحبش الفرنساوي على الإطلاق الفرنش يبقى ده هنا doesn't like equal never يبقى he never reads a word of it عمر ما بيقرأ كلمة Do you always understand what the teacher says? Present simple عشان علشان هنا طبعا مع teacher مفرد هنا أحط اس للفعل و هنا number 29 Sarah and Susie in Cairo طبعا اختار مين live عشان معناها زي واحنا قلنا هنا مع زي نحط الفعل في الانفينيتيف يبقى زي live in Cairo اوكي تعال نشوف number 30 An unfriendly person never hello طبعا هنا unfriendly person دي مفرد
معناها ايه هنا؟ هي. فعشان كده اقول ايه طبعا says present simple، يبقى الشخص اللي غير صدوق عمره ما يقول ايه هالو، ما يسلمش على الناس. توم sits at the front of the class، he doesn't like it at all. كلمة doesn't like هنا ما بيحبش على الإطلاق يقعد قدام، يبقى هنا معناها ايه؟ never، ولا مرة. Please write and us your news. Tell us your news. أخبرنا إيه عن أخبارك. To play you need two pads. أنت محتاج two pads. A pole, a table and net. شبكة وتيبل ترابيزة وكورة ومضربين pads، يبقى دي table tennis. اللي هي tennis table. Okay. Many of the players of are very tall. ايه اللعبة اللي دايما تلاقي اللعيبة بتاعتها tall؟ هي الباسكت بول. Is played on a court. كورت هنا يعني عبارة عن ملعب تنس. Between two teams of six players. ومش شرط يكون ملعب تنس، ممكن يكون ملعب فولي بول. عرفناها ان هي فولي بول من ايه؟ من تو تيم، فريقين، وكل فريق 6 بلايرز، 6 لعيبه. يبقى طبعا هنختار مين؟ بولي بول. بلايرز بلاي ويز زير فيت اند هيدز، اللي يلعبوها برجليهم ويلعبوها براسهم، يبقى دي ايه؟ فوتبول، كرة القدم. تو بلاي يو نيد ا راكت، راكت مضرب تنس، يبقى لعبة التنس. To play you need a club، شومة to hit the ball into a hole، عشان تضرب الكرة فين؟ في hole، يبقى golf، لعبة الجولف. What are the most sports in Egypt؟ الرياضات الأكثر شعبية، يبقى popular، هي الأكثر شعبية أو المحبوبة جدا. Do people in Egypt watch a lot of sports TV؟ TV، تلفزيون تاخد حرف الجر؟ on، يبقى on TV، on a TV. الجزء اللي بعد كده اللي معانا ازاي هنعمل rewrite ونطبق على ال present simple وال present continuous. ويجي كده السؤال يقول لك rewrite the following sentences using the words in practice، يعني استخدم الكلمات اللي بين ايه؟ القوسين. يجي يقول لي number one، a vegetarian doesn't eat meat at all. يعني vegetarian ده اللي هو اكل الخضروات، ما بياكلش اللحوم على الاطلاق. يقول لي لا، استخدم ايه؟ never. طيب انا عشان استخدم never اعمل ايه بقى؟ اشيل النيجاتيف اللي هو doesn't، ايه؟ اشيل ايه؟ doesn't، واحط مكانها مين؟ ها؟ never. Yes. Well, a vegetarian never. وعشان doesn't بيجي بعدها الفعل في المصدر هنا eat، مش هينفع اقول never eat، اقول never ايه؟ eats meat at all، يعني ما بياكلش اللحوم على الاطلاق. ده كده negative برضه، never negative و doesn't ايه negative. Number two، he reads the English newspaper from time to time. قال استخدم sometimes، استخدم ايه؟ sometimes. sometimes احيانا، احنا نشطب على ايه بقى؟ from time to time. yes. وبعد كده هنحط طبعا sometimes فين؟ بعد الفعل على طول هنا في الحتة دي. اوكي. وقول he sometimes reads English newspapers، عشان كلمة sometimes تساوي ايه؟ from time to time. تعال نشوف number two، I meet my friends twice a week، يعني أنا بقابل أصحابي مرتين في الأسبوع. How often؟ How often يعني كم إيه؟ مرة. لما تيجي تسأل بـ how often كم مرة، بتبقى الإجابة عليها ممكن once، twice، three times، four times، five times، sometimes، always، usually، never، hardly ever، بالكلام ده كله. تعالى طبع السؤال بتاعك بقى، كلمة الاستفهام اللي هي في الأول how often، تحط الفعل المساعد مين؟ do. yes. الـ I هتتحول إلى you،
يبقى how often do you meet اللي هو الانفينيتيف الفعل في المصدر وكمل my friend تتحول الى your friends. Yes. يبقى how often do you meet your friends. Another one, number four. She always goes to school early. يعني هي دايما بتروح المدرسة مبكرا. I'll استخدم late. Yes. هشيل ايه؟ early. وحط مكانها مين؟ late. Okay. طيب هي هنا بيقول لي دايما بتروح المدرسة مبكرا. وقال لي هنا استخدم late. يبقى عشان انا استخدم ال opposite من early. مبكرة ليت متأخر لازم أحط مين نيجاتيف نيفر يبقى she never goes to school late هي عمرها ما بتروح المدرسة متأخر جدا ولو أنت عايز تحط نيفر حطها لو عايز تحط doesn't go حطها لأن doesn't go تساوي never yes Number five, we play football after school. احنا بنلعب كرة القدم بعد المدرسة. هنستخدم when. الوقت هنا اللي هو after ايه؟ school. حط كلمة استفهام when. حط الفعل مساعد do. الفاعل we يتحول إلى you. Infinitive play. يبقى when do you play football؟ يعني أنت إمتى بتلعب football؟ بول هي ايتس ايس كريم افري داي استخدم ناو يس يبقى احنا هنحول من بريزنت سيمبل الى ايه بريزنت كونتينيوس بريزنت سيمبل لبريزنت ايه كونتينيوس اول حاجه اشيل الحاجات الداله على البريزنت سيمبل كلها الاس والافري داي واقول هي The present continuous يتكون من مين؟ am is are plus the verb ing هي تاخد is eat تبقى eating واكمل ice cream واحط now اللي هي الكيورد يبقى he is eating ice cream now number 8 my granddad is jogging in the park كلمة jogging هنا يعني يتمشى ببطء في الحديقة اوكي؟ هل اسأل سؤال ب what عشان ده كله اللي هي جوجن يس احط كلمة استفهام وات انزل بالفعل المساعد از ماي جرانداد تتحول الى يور جرانداد الفيرب ده بتاع كل الافعال دوينج يبقى وات از يور جرانداد دوينج يعني جدك بيعمل ايه تقول هي ماي جرانداد از جوجينج ان ذا بارك بيتمشى فين في البارك تعال نشوف نمبر 9 My brother studies his lessons at 7 o'clock قال استخدم at the moment من present simple لpresent mean continuous yes هشيل كل حاجة تدل على present simple My brother تاخد is هرجع الفعل study إلى زي ما هو حط شيل الـ IS حط مين Y وضيف ING يبقى my brother is studying his lessons وحط الكيورد at the moment number 10 they are sleeping in class I'll استخدم not negative بتاع present continuous am not is isn't are aren't وحط الفعل بتاعك بلس الفيرب ING يبقى they aren't sleeping in class another one number 11 she doesn't watch TV at all استخدم never never the negative يبقى نشيل مين doesn't ونحط مكانها مين never يبقى she never watch تنزل زي ما هي وعشان خاطر شي هنحط لها هنا ايه اي اس يبقى she never watches TV number 12 they visit their relatives every Friday استخدم every Friday
اوكي هنشيل افري ايه فرايدي واستخدم توداي يبقى نقول زي زي تاخد ار فيزيت تبقى اي ان جي يبقى زي ار فيزيتنج زي ريلاتيفز اقاربهم واحط مين توداي present continuous. Number 13. He drinks coffee every morning. هو بيشرب قهوة كل صبح. اللي استخدم not. شفت هنا الفعل في ايه؟ اس صح؟ present ايه؟ simple. Drinks every morning يبقى ده present simple. النيجاتيف بتاعه بمين؟ بدونت ودازنت. دونت مين ودازنت بلس مين؟ انفينيتيف. طيب هي تاخد ايه؟ دازنت. يبقى هي دازنت درينك كوفي افري مورنينج. انذر وان نمبر 14. اي ريد ذا بيبر افري داي. بريزنت سيمبل استخدم ناو. يبقى اي اي تاخد ايه؟ ام ها ريد تحط لها اي ان جي يبقى اي ام ريدنج ذا نيوز بيبر اور ذا بيبر واحط الكيورد ايه ناو. نمبر 15 اي روت ليترز تو ماي فريند سين روت ذا باست سيمبل. اوكي هنستخدم رايت ناو. يبقى انا اول حاجه هعملها اي بتاخد مين ام وارجع الفيرب روت الى الرايت في الانفينيتيف واحط له اي ان جي يبقى اي ام رايتنج ليترز تو ماي فريند ذس رايت ناو. رايت ايه ناو. تعال شوف نمبر 16. هدى سبيكس لاتين يعني هدى بتتحدث او تتكلم اللاتينيه. يبدا بهدى النيجاتيف هنا بمين؟ دونت او دازنت. هدى تاخد دازنت. هدى doesn't واحط الانفينيتيف ها speak يبقى هدى doesn't speak Latin. تعال شوف نمبر 17. I live in Alexandria. I live in Alexandria يعني انا بعيش فين؟ في الاسكندرية. هل استخدم مين؟ where. اوكي يبقى اول حاجة كلمة استفهام where هتنزل بالفعل المساعد do هتحول ال I إلى you يبقى where do you والانفينيتيف زي ما هو مين live يبقى where do you live. تعال نشوف another one 18. I like playing golf and tennis. قال لسه السؤال what يبقى نشطب على مين golf and tennis. ها السؤال كده في البريزنت سيمبل عشان I like ايه فعل ايه في المصدر يبقى كلمة استفهام what حط فعل مساعد do الآية تتحول إلى you infinitive زي ما هو like وأحط ال verb plus ing playing عشان like يجي بعدها إيه verb plus ing يبقى القاعدة بتاعتها اهي كلمة استفهام الفعل مساعد الفاعل الفعل فين في المصدر. تعال نشوف number 19. The boss ran after the thief. Thief هنا معناها روبر يعني لص. اللص اللي هو بيسرق. يبقى اللي استخدم لوك. طبعا انا لما استخدم present continuous لوك بتيجي فين؟ في الاول. واكمل بقى the boss. ياخد is. الفعل يرجع تاني infinitive الى run. واضعف الحرف الاخير واحط ing. يبقى log the bullets running after the thief. Number 20. She always sings her favorite songs. هي دايما بتغني اغانيها ايه المفضلة. استخدم listen. هشيل كل ما يتعلق بالبريزنت مين simple. وابدأ بlisten. listen تيجي امتى؟ في الاول. listen she تاخد ايه is ها الفعل sing يبقى شاطر singing واقول her favorite song. اوكي نمبر 21.
I like swimming. استخدم not. النيجاتيف بتاعنا هنا مين؟ بدونت. يبقى I don't like swimming. تعال استخدم number 22. She reads a story every week. استخدم this week. هشيل كل حاجة ايه متعلقة بالبريزنت سيمبل. She تاخد is الفيرب read تحط له ing واحط ايه في الاخر this week. He goes to school on foot. استخدم not. He تاخد doesn't. الانفينيتيف ينزل زي ما هو go. يبقى he doesn't go to school on foot. They are swimming in the swimming pool now. أشيل كل حاجة بقى المرة دي خاصة بمين؟ بالpresent continuous. شلت are وشلت ال ing وشلت now وهحط every day. اهي every day present mean simple. يبقى زي اللي مع زي الفعل ينزل زي ما هو swim. يبقى زي swim وكمل in the swimming pool every day. فاهم الدية؟ مع I و we و you زي الفعل infinitive زي ما هو. شلت كل حاجة بتتعلق بال present continuous اللي هي are وال ing و now اللي هي الكورد بتاعتها. 25 the whale weighs about 130 tons. How much دي كمية؟ اشطب على طول على about 130 tons. 130 طن. الفعل هنا فيه اس يبقى احط الفعل مساعد مين؟ does. اجيب الفاعل اللي هو the whale يبقى how much does the whale. ها الانفينيتيف وي يزن كلمة لسه فاهم الفعل مساعد دو دز الفاعل الانفينيتيف اللي بعد كده 26 اللي استخدم ناو اشيل ات 3 o'clock واحول بريزنت كونتينيوس الاي اي تاخد ام فعل هاف احط له اي ان جي الفيرب اللي ينتهي باي نحذف الاي ونضيف اي ان اي جي يبقى اي ام هافينج لانش واحط مين ناو واحده تحتيها زيها بالظبط. هي يوجوالي فيزيتس هيز انكل اون مانداي اون ايه مانديز. شلت كل حاجة تدل على البريزنت سيمبل يوجوالي والاس وان مانديز وقول هي تاخد ايه از فيزيت حطيت لها اي ان جي يبقى هي از فيزيتنج هيز انكل ناو. نمبر 28 she watches TV at 8 o'clock. اللي استخدم what time. what time يعني نشطب على 8 o'clock هو ده الوقت. نحط كلمة استفهام what time الفعل فيه ايه اس نحط الفعل مساعد مين does ننزل بالفعل she ننزل بالinfinitive watch يبقى what time does she watch TV. Another one, 29. She hopes her mother, okay, with the housework. استخدم not. يبقى she, النيجاتيف بتاعها, doesn't. الانفينيتيف, hope. يبقى she doesn't help her mother with the housework. ناخد 30.
Thousand goes swimming three times a week. نشيل three times a week. Yes. ونحط thousand. لازم sometimes تيجي بعد الفاعل. يبقى thousand sometimes زي ما هي goes swimming. Yes. ده بالنسبة لي 30 نقطة ريرايت معانا على البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس. يا رب نكون فهمنا. يجي السؤال بعد كده، عندنا سؤال اللي هو رايت كويستشنز، هاو تو ميك ا كويستشن، ازاي نعمل سؤال. يجي يقول لي يس ذير ار اكسترا اكتيفيتيز، انشطة متعددة او كثيرة. احنا مش قلنا لما يكون سؤال بيس او نو يبقى اكيد السؤال هنا ها بهل. طب اعمل عملية المقص كده. تمام، يعني ار دي جت فين الاول وبعدها جت مين زير، يبقى ار زير واكمل اكسترا اكتيفيتيز. يبقى ار زير اكسترا اكتيفيتيز يز ار اكسترا اكتيفيتيز. I play football every Saturday. أشطب على every Saturday. كلمة استفهام when، فعل مساعد do، الفاعل you، infinitive play football. أهي يبقى when do you play football. Another one، she is making a cake at the moment. أوكي أهي. انا عن نفسي بحب الفعل ده، الفعل ده بيجي مكان اي فعل بيريحك. يبقى دي وات، انزل بمين از، بعد كده شي، بعد كده دوينج. يبقى وات شي دوينج ات ذا مومنت، هي بتعمل ايه في ذلك اللحظه. another one، you need two bats and a ball to play table tennis. يبقى نشطب على two bats and a ball. يبقى what do، عشان الفعل هنا فين في الانفينيتيف اهو مضارع. اوكي يبقى what do، ها اليو تتحول الى اي، احط الانفينيتيف بتاعي نيد اهو واكمل to play table tennis. يبقى what do I need to play table tennis. Another one, number five, Wimbledon is the most famous championship. دي بطولة اسمها بطولة ويمبلدون للتنس، بطولة مفتوحة. طبعا هنا قال لي عايز سؤال، ممكن اشطب على ويمبلدون واحط كلمة استفهام اللي يمين what، يبقى what is the most famous championship، واحط كل حاجة زي ما هي. ما هي البطولة الأكثر شهرة؟ المرحلة اللي بعد كده برضو فوكاب، وانا الفوكاب اديتهولكو كله برضو في اول اليونت، بس انا براجع معاكو تاني. سبيشال يعني مميز، اكاديمي يعني اكاديمية، جود ات يعني جيد فيه، بروفيشنال يعني محترف، ترم يعني ترم، دايننج روم حجرة السفرة، ميداي يعني ظهيرة، ويت تريننج تدريب أوزان، براكتس تمرين، سبورت فاسيلتيز اللي هي الحجرات اللي بيتدربوا فيها، إيكومنت جهاز اندورز بالداخل، ترينرز يعني أحذية رياضية. تعال نشوف اكسرسايز لوسن 5 and 6. يجي يسأل يقول لي do you go to the cinema؟ الإجابة تحت هنا إيه؟ twice a month، مرتين في الشهر. طب احنا مش قلنا لما نيجي يسأل بيقول لك الإجابة لما تكون بونس ولا twice ولا three times ولا always ولا sometimes. طب كل ده مش السؤال بمين؟ بهاو أوفن، كم مرة؟
يبقى how often do you go to the cinema? Number two. I a computer few times a week. كلمة few times a week present simple. مرات قليلة في الأسبوع. يبقى I use present mean simple. Number three. Look. أول ما أشوف look على طول present continuous. Is dying. يبقى look. David is dying with training. Number four. I hardly ever go to the cinema. يعني نادرا لما اروح السينما. 10%. Number five. My brother tennis about once a week. مرة في الأسبوع. مش ده present simple once. يبقى my brother plays. عشان مع هي وشي وانت تحط اس. She hardly ever an English story in summer. خدت بالك من hardly ever present simple. يبقى she reads. He is good at basketball. Good at من الحاجات اللي بيجي بعديها noun او verb plus ing ومعناها جيد فيه. They get early every morning. Get up. Yes, tykes. He is a player. He earns a lot of money. محمد صلاح. لاعب ايه؟ بروفيشنال. محترف. بيكسب كثير من الاموال. Have you ever with training? طب with training دي اللي هي اوزان ثقيلة. احنا قلنا بعض الالعاب ما بتاخدش بلاي. تاخد دن. Do, did, done. The basketball practice for 2 hours every day. Okay? طيب. هنا بقى. Have basketball practice for 2 hours every day. But they have basketball practice for 2 hours every day. Do you often go? Go من الحاجات اللي بيجي بعديها على طول verb plus ing. Go swimming. يبقى do you often go swimming? 13. After dinner we our homework. Homework من الحاجات اللي بتاخد do. Do homework, do housework. They have a lot of friends. طبعا made يعني كون أصدقاء. يبقى they have made a lot of friends. Number 15. How often do you go for a run? Go for a run. يذهب ليه للجري. She listens to music almost every day. اليوم تمام كله يعني. I football every Saturday. Every. يبقى رجعنا تاني للبريزنت سيمبل. Play. She a cake at the moment. Present continuous. يبقى is making. They to school on weekdays. يبقى they walk routine. I never up early in the morning. I never get stickers present simple. Okay. تعال ناخد جزء بعد كده rewrite برضو عن present simple والpresent continuous. ركز معايا. She is going to school now. She is going to school ايه؟ now. قال استخدم every morning وده الكلام ده احنا طبقنا عليه كله. نشيل الحاجات اللي ايه بتدل على present continuous. ال ing و now و is. ها؟ ونقول she الفعل. الفعل هنا go تحط له ايه؟ es. يبقى she goes to school وحط every morning فين؟ في الاخر. Another one.
I am playing basketball. برضو هتشيل حاجات تدل على present continuous am وال ing. اوكي، وهتحط once a week في الاخر اهي، تمام، وتقول له I play basketball. يبقى I play basketball ball once a week. Another one, I don't get up early at weekends. اللي استخدم never، احنا قلنا never ده نافي، يبقى equal ايه don't، يبقى I I never I ايه never، يبقى I ايه never. وكمل get up early at weekends. تعال نشوف another one. We are visiting our grandparents. هنشيل ING، نشيل R، وده تتحول إلى present simple، نحطها في الآخر. وجملتنا عدد we at the visit، وتكمل our grandparents a few times. هذا one she is going، تحول من present continuous ل present simple، نشيل كل الدال على ال present continuous. اوكي، ونستخدم sometimes. طبعا sometimes بتيجي جنب بعد الفعل على طول، يبقى she sometimes. طبعا فعل هنا go دايما مع هي وشي، وانت تحط له ايه اي اس، يبقى she sometimes goes shopping with her mother. another one، he is staying in a hotel hardly ever. برضو كل حاجة دل على present continuous، نقول he hardly ever. الفعل stay زي ما هو، عشان خاطر هي تحط اس، يبقى he hardly ever stays in a hotel. She is sending emails to her friends. استخدم a few times a week. طبعا a few times a week تتحط فين؟ في الآخر. شيل كل حاجة دل على present continuous، لأن ده present simple. وقول she sends email to her friends، وحط a few times a week. Another one. I play tennis twice a week. اللي استخدم how mean how often. اشطب على مين twice a week. اطبق قاعدتي how often. انزل بالفعل المساعد do. الاي تتحول الى you. بعديه على طول قاعدة play infinitive، يبقى how often do you play tennis، كم مرة انت بتلعب تنس. سألوا بعد كده do بهل، do elephants live in Africa، هل الالفنتس بيعيشوا في افريقيا؟ الاجابة yes، نحط الكومة بتاعتها على طول ونكمل elephants live in Africa. another one، she phones her aunt every week. استخدم not. طبعا النيجاتيف عندي مع she بيبقى بمين؟ ب doesn't. اشيل الاس عشان بعد don't و doesn't لازم يجي الانفينيتيف، يبقى she doesn't phone her aunt every week. هنا ايه؟ her. اوكي، he hardly ever makes his bed. من النادر جدا ان هو يرتب سريره. استخدم how often، طبعا نشيل مين؟ frequency hardly ever، ونقول how often الفعل المساعد does، الفعل هي زي ما هو، infinitive make، نشيل طبعا ايه الاس وكمل his bed. another one، I am having a coffee at the moment. حاول present simple نشيل at the moment، نشيل ال ing، نشيل am، باي have كافيه، واحط every morning. ده بالنسبة ليه الجزء الرايت اللي معانا. اخر جزء معايا في number 5 هنا، underline the correct words.
The boys very happy are. The boys are very happy. Yes. Make his bike now. خدت بالك من كلمة now؟ يبقى is riding. أيوة كده. The girl is their homework now. عندك now؟ يبقى are doing. Peter usually. خدت بالك كلمة usually؟ يبقى plays. يبقى Peter usually plays football after school. Jane and Susie every day. عشان جين وسوزي جمع فنقول الفعل في المصدر work. عشان كلمة every day. My parents television now. خدت بالك من كلمة now؟ يبقى aren't watching. She always works at the sport centers two morning a week, but this morning she at my school. الجملة هنا present simple وهنا present continuous. يبقى is working. Yes. عشان كلمة this morning. Toppy usually. خدت بالك من كلمة usually؟ ها؟ يبقى does. Toby usually does mass on Wednesday morning. They never go downtown, but this afternoon. هنا الجملة انقسمت إلى present simple و present mean continuous. This afternoon to the cinema. يبقى they تاخد are going to the cinema. Right now. خدت بالك من right now؟ يبقى I am على طول. I am doing my homework in the kitchen. They never TV before. They have done their homework. خدت بالك من never؟ ها؟ يبقى they never watch. Present mean simple. They are shouting. تاخد حرف الجر shouting at. Shouting at us. Sir Hector was a rich knight. كان فارس غني. He is kind. Kind تاخد حرف الجر to. Kind to his friends. Who care of the boy who takes care. يعتني به. The king lives in a. الملك بيعيش في castle قلعة. Why did the man refuse at first? في الأول رفض في الأول. A is a person who does strange things. الشخص اللي بيعمل أشياء غريبة هو الماجيشن الساحر. The soldier اللي هو الجندي killed his enemy with his sword. يعني الجندي قتل العدو بتاعه بالسورد اللي هو السيف. Dead people are underground, buried, يعني دفنوا تحت الأرض. Don't lie, لا تكذب. Always tell the truth, أخبر الحقيقة أو قول الحقيقة. The cart was heavy, the horse couldn't eat, couldn't pull. بيقول لك إن العربية الكار دي كانت تقيلة أوي عشان كده الحصان ما قدرش يجرها. طبعا pull pull يعني يسحب او يشد وبوش يعني يدفع. The last one 23. He is a tennis player and he wants to take part in. كلمة take part in ديت verb معناه يشارك فيه. In the summer cycle ولا circle ولا tournament ولا competition. طبعا تورنمنت عبارة عن دورة مباريات او مسابقة او منافسة بيلعبوها ودي افضل طبعا من كومبيتيشن. يبقى he is a tennis player and he wants to take part in the summer tournament. ده كل اللي كان معانا على يونت 1. خدنا البريزنت سيمبل، خدنا البريزنت كونتينيوس، خدنا الفورميشن بتاع ده والفورميشن بتاع ده التكوين، خدنا النيجاتيف،
خدنا السؤال، خدنا كل زمن ليه الكيوردز بتاعته، احفظ الكيوردز بتاعته كل زمن، كم كلمة على الزمن ده وكم كلمة على الزمن ده. لو عرفت انت كلمات الزمن البريزنت سيمبل وكلمات زمن بريزنت كونتينيوس، هتعرف تحل اي جملة او تحل اي سؤال عليها. واتمنى ان انت تكونوا استفدتوا، وانتظرونا في فيديو اخر. وثانك يو فيري ماتش، جود باي.